أتكلم عن قرية وادي الشاب في مركز باريس في محافظة الوادي الجديد. دي القرية اللي كلمنا عنها وقلنا إن الكثبان الرملية بتدفن البيوت والأراضي، وإن الناس هناك عايشين بقالهم 5 سنين في معاناة حقيقية من ساعة ما استلموا هذه البيوت. ما عندهمش لا مية ولا كهرباء ولا أي نوع من الخدمات اللي تكفل ليهم الحياة الكريمة. هؤلاء الجدعان في قلب صحراء باريس اللي بيشتغلوا في درجة حرارة ما بتقلش عن 50 درجة مئوية، زرعوا حوالي 23,000 شجرة نخيل صعيدي، وكمان زرعوا 28,000 شجرة بستانية مثمرة، ده بخلاف مساحات المحاصيل الحقلية. إذن يستحقوا كل الدعم. الناس كلمتني وقالت إن محافظة الوادي الجديد اتحركت على الفور وتم إصلاح الآبار المعطلة اللي بتروي 1080 فدان. الناس بسيطة جدا، وبمجرد إن المحافظة وأجهزتها اتحركوا عشان يصلحوا الطلمبات الخاصة بالآبار، وانطلقت المياه مرة أخرى لتروي المحاصيل، كانت فرحتهم بلا حدود. فاضل حاجات مهمة جدا ل 152 أسرة تعيش في قلب الصحراء، إحنا اللي وديناهم في هذه الكرة. فاضل مياه الشرب، فاضل كهرباء للمنازل، فاضل نقطة شرطة، فاضل وحدة إسعاف. كل هذه الخدمات المهمة تضمن لهؤلاء الأسر الحياة الكريمة. كمان ما ننساش الجمعية الزراعية عشان ياخدوا حقوقهم ويتقدم لهم الإرشاد المطلوب. ده أمر هام جدا في قرية وادي الشاب اللي فيها 152 منتفع. خلي بال حضراتكم، توطين وادي الشاب معناه توطين أكتر من 4 أو 5 قرى حدودية في هذه المنطقة على طريق شرق العوينات تشكى، وما أصعب هذا الطريق منذ سنوات. النهاردة الطريق تقدر تقطعه في 2 ساعة بالكتير من شرق العوينات وحتى تشكى. إذن إحنا محتاجين خدمات بسيطة جداً لأهلنا في قرية وادي الشاب في قلب صحراء باريس.